دكتورة منى، فكرة تمكين الفئات اللي كانت بتكلم عنها سيادة الوزيرة وتمكين المرأة من خلال كل هذه المشروعات، الاستراتيجية تتعامل معاه وفقا لرؤية تستمر على مستوى 5 سنوات، إيه اللي حضرتك شايفة أنه برضو هو جزء من الأولويات المراد تنفيذها؟ المهم أننا نفتكر أنه كل هذه البرامج زائد رؤية مصر 2030 زائد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، كل هذه البرامج وحتى البرامج اللي تبناها المجتمع المدني فيما يتعلق مثلا بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كلها ركزت على عنصر التمكين الاقتصادي للمرأة. ليه؟ لأنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عندها ميزة، يعني هم طبعا الشمول مش محل مناقشة، لكن وكل حق بيعتمد على التاني عشان يتحقق، إنما الحقوق الاقتصادية بالذات لها تأثير إضافي، وهي أنها تفتح الباب لتمكين صاحب الحق إنه يمارس باقي حقوقه كإنسان. يعني مثلا التمكين الاقتصادي للمرأة أول ما بيبقى عندها وظيفة وحد أدنى للدخل، على طول أولا بتطمئن إنها قادرة تكفي احتياجات أسرتها، ثم تبتدي بعد كده تبقى قادرة على التعبير عن رأيها دون الإحساس بضغوط اقتصادية، تبقى قادرة تمارس حقها في الاختيار، قادرة مثلا تحافظ على كرامتها وكرامة ولادها إذا تعرضوا للعنف فترفض هذا وتقف قدامه. يعني الفكرة بتاعت التمكين من ممارسة باقي الحقوق، لأن الحقوق كلها مترابطة. نفس التمكين الاقتصادي ده أحد أدوات مكافحة الفقر زي ما شفنا، فبالتالي هو موجود في حياة كريمة وتكافل وكرامة وكل البرامج، موجود في برامج التنمية المستدامة، في كل هذه البرامج مكافحة الفقر، وأيضا توفير فرصة للأجيال القادمة فرصة أفضل في كل المجالات. الدراسة اللي عملناها عن تمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة أثبتت أنه أيضا كل المؤشرات الإيجابية بتاعت التعليم، تعليم الأطفال والصحة، ارتفاع مستوى الرعاية الصحية، المستوى التغذية السليمة، أيضا لقينا مؤشر أنه تحسين السكن، كل دي من المؤشرات الإيجابية لما المرأة بتعمل مشروع متناهي الصغر وتديره. أهم حاجة التمكين الاقتصادي كمان للمرأة بيعملها أنه هيزود عدد المشاركة، النساء المشاركات في قوة العمل. إحنا عندنا نسبة ضعيفة جداً اللي هي 24%، في حين أن الثروة البشرية، الاستثمار في هذه الثروة البشرية ممكن يوصل الناتج القومي الإجمالي على حسب آخر تقرير لماكنزي في مصر يزوده بنسبة 34% خلال العقد الحالي إذا كان في مساواة وتكافؤ فرص في التمكين الاقتصادي للمرأة.